أستاذ جماعي، أستاذ مختار جماعي، في ظل هذه المواقف الدولية، ونحن هنا إذ نستذكر موقف الخارجية الكندية، كذلك موقف وزارة الخارجية الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، كلها التي في الحقيقة قللت من شأن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، ونادت بصراحة بضرورة تشريك حقيقي وفعال للمعارضة التونسية والمجتمع المدني. في ظل هذه الأزمة يراد أن تحويل هذه الأزمة السياسية إلى معترك أمني قضائي، مع رشيد الغنوش عندما تم استنطاقه ثانية أعتقد البارحة، وإيقاف النائب راشد الخياري. إذن دعنا نضع الأمور في إطارها لنعمق بدءاً على الاستئناف توصلاً إلى الارتدادات، والتي أعتبرها ارتدادات بالتغطية على فشل الاستفتاء. مسألة تشريك المعارضة ومسألة رحب الصدع ومسألة لم الشمل، هذا كله كلام أشوف إذا ارتبط أو إذا كان مشروطا بأن نعترف كمعارضة بالاستفتاء، ولكننا لا نعترف به لكوننا نعتبره أحد مخرجات انقلاب على الشرعية والانخراط فيه. حتى بطلب من السلطة السياسية هو نوع من الاعتراف الذي أعتقد أن المعارضة الوطنية ترفضه تماما. لسنا دعاة فتنة، ولسنا دعاة حرب ولا قتال، ولكننا دعاة حوار ينطلق من الشرعية لا ينطلق من الانقلاب. إذن القول بأن لا بد من تشريك حتى المعارضين وحتى الأحزاب السياسية في الانتخابات القادمة أعتبره أحد أبواب الترقيع. نحن نقبل الحوار كيفما كان، نحن طلبنا الحوار ونطلبه ولا زلنا نطلبه، ولكن على أساس شرعية دستور 2014. نعم. دستور 2014 قتل إجرائيا، ولكنه لم يمت في قلوبنا. قيس سعيد يعرف جيدا أنه فشل في مساره الانقلابي والاستفتاء أحد صور هذا الفشل. ماذا عن محاكمة الغنوشي يا أستاذ؟ ماذا عن استنطاق راشد الغنوشي بالعوينة؟ استنطاق راشد الغنوشي والقبض على راشد الخياري هي أحد أهم آليات التغطية على هذا الفشل. هكذا أقرأ الحدثين بصفة مبدئية. كان قيس سعيد ولا يزال يوظف القضاء ومخاطبة شعور الطبقة من الشعب تستلهم مواقفها من الشعبوية. عمل كثيرا قبل الانقلاب على المتاجرة بالقضايا لدى السلطة القضائية وعلى الاستنطاق، وعلى وعد بإيقاف هؤلاء انطلاقا من تدجين القضاء، ولكن ليحصل أكبر عدد ممكن لاستفتائه، ولكنه فشل في ذلك. وعبر القاضي عن استقلالية ذاتية أكثر منها استقلالية هيكلية. طيب. لأننا نعتقد أن القضاء مكبل، وأن القضاء يعيش تحت نير انقلاب على هياكله الشرعية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء وعلى زملائهم الذين وقع فصلهم، وعلى إضراب استمر شهرا تقريبا شل عمل المحاكم، وعلى إضراب جوع يقوده القضاة أو يقوضونه بأمعاء خاوية. نعم.